صباحك عن جديد وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. نحن موجودين هلأ بمدينة الجلاء. أبو الزين بس بتاخذ لنا عجقة العالم، هن وصلوا، ما بعرف إذا بيطلع معك على الكاميرا. يعطيكم العافية شباب. مثل ما شايفين الشباب واقفين برا لاستعداد للدخول إلى مدينة الجلاء من ساحة الأمويين. رح نحكي شوي مع روان. هاي صباح الخير. صباح النور. يعني أول شيء خليني بس أحصي العدد، قديش العدد تقريبا؟ صراحة نحن يلي وصل عنا العدد هلا برا فوق 6000 مشارك، يعني هو عدد كثير كبير ويمكن ما يوسع الملعب، بس نحن كثير فرحانين لانه سوريا كلها اليوم عم تتجمع بمكان واحد، ان كان اليوم من كافه المحافظات، يعني اليوم في عنا عالم من حلب، من حمص، كل الاشخاص اجت لحتى تشارك بماراثون الالوان اللي عم نعيده للسنه الثانيه على التوالي. طبعا نحن مؤسسه شباب سوريا للعمل التطوعي، عملناه السنه السنتين الماضيين ودشرنا صرح بساحه الامويين، وهي السنه عم نعيده كرمال نعزز قد ايه نحن بنحب هاي البلد. تمام. روان، ريع الماراثون مثل ما ذكرنا هو راجع لجمعية جذور. اليوم خلينا نحكي الريع شو بيتضمن؟ اولا نحن دعم اكيد مادي اكيد لحتى نساعد ذوي الاحتياجات الخاصه. ثانيا هو دعم معنوي، يعني نحن اليوم وقفتنا معهم وانه يشاركوا بماراثون الوان مثلهم مثل باقي الاشخاص، هذا لحاله بفرجينا قد ايه نحن اليوم مثل كلياتنا مثل بعض. شكرا كثير روان ويعطيكم الف عافيه. باي. كمان متابعين كمان من الشباب، مرحبا يا ازرق، كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ يعني اليوم اي لاف سوريا، نحن واقفين اي لاف سوريا كمان ان شاء الله، واكيد ودائما نحن اي لاف سوريا واقفين لاستقبال الناس يلي اجوا من ساحه الامويين. خلينا نحكي اليوم عن هالايفنت. هي ايفنت كثير حلوه، بتجمع شباب صبايا سوريا عشان نجمع بهاليوم الحلو، نكسب فرحتهم ونعيد الفرحه لشباب سوريا واجتماعاتنا كلها سوا تكون. نعم. وان شاء الله دائما تكون ايامنا كلها هيك فرح والوان كثير حلوه مثل اليوم اللي حيصير. نعم. اكيد مشاركتكم طبعا الاخباريه شيء طبيعي. ميرسي. شكرا. كمان صباح الخير. صباح النور. خلينا نقرب، يا هيك يا هيك، وين بدك؟ على مرانا. كيف؟ تمام. اليوم ما احكي لنا عن مشاركتكم بال نحن هي السنه الثانيه على التوالي بنساوي هي المشاركه الفعاليه مشان نفرح شباب سوريا، ويمكن ما عاد فينا نحكي لانه فاتوا بدهم يفوتوا. خلينا لكن مع الاجواء الماراثون واجواء الالوان يلي عم تزين المكان. مرحبا مدام. اهلين. هلا اهلا. جمعيه جذور يلي ريع الماراثون عائد لها، يعطيكم العافيه. مشيتي من ساحه الامويين الى مدينه الجلاء، احكي لنا اليوم عن اهميه هيدا الماراثون. هلا هي اكيد هذا الماراثون هو رساله، نحن اكيد بحاله تعافي، سوريا بخير، هو رساله محبه، رساله سلام. فهذا الموضوع طبعا نحن اكيد بهمه الشباب كل الموجودين رح نرجع نعمر سوريا. يعطيكم الف شكرا كثير لك، واكيد رح نواكبك. يلا شكرا. لكن مثل ما عم نشوف نحن الناس بلشوا يتوافدوا. شكرا لانكم عملتوني بينك زهريه هون. يلا خلينا بس هيك ابو زين فينا نفوت لجوا بس على مدينه الجلاء ونشوف كيف الشباب والصبايا عم يعملوا التحضيرات. لكن مدينة الجلاء هلأ مستعدة لحتى تستقبل الشباب والصبايا مشاركين بالماراثون. جريس، جريس الإعلامية، جريس الرئيس من بيروت جاية. العافية، تلونتي على بكرة، صرت بينك. احكي لنا اليوم عن مشاركتك بالماراثون، جيتي من لبنان لحتى تشاركينا اليوم الماراثون. كتير سعيدة بمشاركتي اليوم بالماراثون، وهيدي تلونت مثلي مثلك كمان، بس أنا حاملة اللون الأزرق، أنا لوني الأزرق. عن جد منظر عبكرة بيكبر القلب. حوالي ما بعرف قالوا لي شي 5000 واكثر واكثر من كل المحافظات السوريه، وحتى حضرتك من لبنان جاي تشارك. صح. بقى كثير حلو هيدا الشيء، كثير حلو تتعمم ثقافه الرقد بين الاجيال الصاعده، هيدي الثقافه اللي ما بتهدف غير للسلام، لانه كبار وصغار ومن مختلف الانتماءات والديانات بتشارك فيها لحتى تنشر محبه وفرح وامل وتفاؤل بغد افضل. بقى يعطيهم الف عافيه، دائما ببيروت كل سنه بيصير بيروت ماراثون، بس السنه للاسف ونظرا للظروف ما صار، كثير زعلنا نحن اللي منشارك سنويا. ان شاء الله يا رب نحن توصلنا ل 50000 مشارك، صار لنا تقريبا 16 سنه بيروت ماراثون،
ان شاء الله هون هالانطلاقه تكون بادره خير وتوصلوا لاعداد اكبر واكبر لحتى العالم تنزل تركض تتحمس تستقبل صباح حلو بنهار مميز بهالسنه بيتذكروا كل ايام السنه. يعطيكم الف عافيه وكثير سعيده بهالمشاركه وبالالوان ما في احلى من الالوان ما في احلى من الالوان. واهلا وسهلا فيك ببلدك الثاني. شكرا حبيبتي. شكرا اهلا وسهلا فيك. لكن اكيد بالالوان سالي وسمر عم نتلون لانه سوريا اكيد اي لاف سوريا وكلنا بنحب سوريا. شباب والصبايا بلشوا يفوتوا لساحه مدينه الجلاء بالالوان متلونين بجميع الالوان طبعا مثل ما عم نتابع سوا المشاهد. الاف المشاركين بلشوا يتوافدوا الى مدينه الجلاء انطلقوا عند الساعه 9 صباحا من ساحه الامويين باتجاه مدينه الجلاء. هيدا الماراثون اي لاف سوريا بيروح ريعه لجمعيه جذور. لكن خلينا ما بعرف اذا عم نسمع الاصوات سالي. عم نسمع الاصوات واكيد كاميرا الاخباريه السوريه عم تنقل الصوره. نعم. العالم سالي. المتواجدين بكثافه سالي بلشوا تماما. نحن عم يمكن ليا لايف نحن لايف نحن معكم على الهواء اكيد مثل ما ذكرتي ليا يمكن نحن لايف عم يرشونا بالالوان. سالي بس شوي خلينا بس ابو زين خلينا اشوف بكاميرتك بلشوا يرشوا بعض الشباب والصبايا الالوان لحتى يفوتوا ويكفوا الاحتفاليه اليوم داخل مدينه الجلاء. رح اترككم مع الصوره سالي ورح واكبكم ايضا بكل شيء جديد.